بين مشاريع وعجلة التنمية المتسارعة في مأرب، تترى عوائق تحول بين تنفيذ التخطيط الاستراتيجي للنهوض المواكب، ومنها انتشار البسطات العشوائية على امتداد شوارع المدينة. لا احترام للحق العام ولا تقدير لوضع الازدحام، يتقاطر الباسطون والبائعون الجائلون على شوارعها، تاركين الأسواق خلف ظهورهم، غير آبهين بما يعانيه السكان من اكتظاظ وازدحام في شوارع المدينة التي تبدو ضيقة أساساً. ساطين سببوا زحمة، زحمة للسيارات وزحمة السير، فقرروا أن يصلحوا السوق تمام، ولكن ينقصنا أولاً الإعلانات مش موجودة، وأكثر الزبائن لم يعرفوا أن هذا السوق فيه دكاكين وبساطين. وبعد محاولات متكررة من السلطات في المدينة بإزالة البسطات والعشوائيات وترتيب الوضع القائم من خلال إنشاء أسواق مخصصة وبإجارة معقولة لأصحاب البسطات، غير أن الأخيرين سرعان يعودون إلى نصب بسطاتهم مجددا بعد كل عملية ترتيب وإزالة. الجهة المختصة والتحسين وغيره أن يمنعوا منعا باتا أي بسطات، أي كرتون ممنوع طوال السنة كاملة، ولا السوق ما يبقى يشتغلش على هذه الحالة. أصحاب البسطات بدورهم يظهرون تذمرهم من إجراءات بلدية المدينة، معتبرين أن الأسواق البديلة لبسطاتهم غير ملائمة، مطالبين السلطات بإنشاء أسواق على مقربة من البسطات المزالة كما يقولون. نحن كان معنا أنا بسطات، كان معنا مسلخ دجاج، وقاموا طولنا اندارت نبيع 3 متر من الرصف حق الطول، بعدنا 5 متر جا الشاي والحق لنا لا داخل الأرضية، كان بتخريب محلاتنا وخسائر، وإحنا لدينا ديون عند الزبائن وعلينا ديون، لحن نحن مضررون، لا معنا لا عمل ولا شغله ولا عمل. وفي الجولة الأخيرة من العشوائية واللامبالاة، اضطرت السلطات إلى توجيه إنذارات للباسطين بسرعة إزالة كل مظاهر العشوائية من بسطات وباع جائلين، وتمدد للمحال التجارية والتوجه لتنفيذ عملية إزالة واسعة لكل المظاهر المخالفة في مختلف أرجاء المدينة. تم نزول لجنة مكلفة من الأخ محافظ المحافظة لإزالة كل العشوائيات الموجودة في شوارع المدينة ولما لها من أثر على المواطنين وازدحام مروري سببت بشكل كبير، لكن الحمد لله بتعاون الجميع، الأخوة في مكتب التحسين والأخوة في شرطة محافظة مأرب والأخوة في شرطة السير وإدارة أمن المديرية وكل الجهات ذات العلاقة، تمت النزول إلى الشوارع التي فيها مخالفات وبسطات، وتم نقل كل هذه المخالفات والبسطات إلى أسواق تم تحديدها من قبل الجهات ذات العلاقة. حملة تنظيم البسطات والعشوائيات لاقت ارتياحا عاما من سكان المدينة، داعين إلى استمرار هذه الحملات على مدى العام والعمل على إفساح المجال للمركبات ومنحهم متنفسا لقضاء احتياجاتهم بكل سهولة وسلاسة.